siyaasiga da'da yar ee Muqtar Jibriir ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay Hotel Pox. Jawaab adag kaga bixiyay hadalka ka soo yeeray siyaasi Abiib Diiriye Nuur oo mar uu degmada Alibade ku sugnaa xukuumadda dhaliilo culus dusha ka saaray. Siyaasi Muqtar Jibriir oo hadalkiisa ku bilaabay ayaa waxa uu yiri: Bismillaahirrahmaanirrahiim. Marka hore halkan waxaan salaan ugu gudbinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. مر لباتك واحد هلكن كسلام يا مشرح موسى بيحي عبدي يحسبه كل مية مر لباتك واحد هلكن وجه وبيا سياسة شلي تولك الشيء الله يبدي بنتي قرنية سياسة أن هم فضل الحين وأن هن كيس داف سنين وسير نمو أيها هلكن وجه وبيا شلي تولك وحيودي سجال يسديت كي مكان الله يبدي صوغ علي يوم ما أنت سجال يسديت كي بعد أنت wuxuu ha wasiirkii gobolka afartii xukuumadba wasiir buu ka ahaa allee baday waxay ka mid tahay gobolkii wasiirka uu ahaa waxa la wuxuu qabtay wuxuu soo koodhayto ma jirto soomaalidu waxay tiraahdaa ilaahow ha iyo maya meel ha naga wada siin shalay wuxuu lahaa abiib diiriye nuur mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo waa nan salmandeelaha soomaaliland maantana wuxuu leeyahay xukuumadii cabdiraxmaan tuur baa taya dhaanta xukuumadda wax qabadka iyo horumarka ايه احمد محمد محمود سيراي مركا ابيب مركو قلدان يهي مركو سحسن يهي سياسي مختار جبير وحكلا او هوستك حريقي ان اي تاغي رؤو حيان حكومة مدحوين سيرايو يوليو مشرحة جاقادة مدحوين حسب حاكم ككل مية وحان الكلام وحان باليو وحينا حكومة دا حكومة دا نتاغير سن هاي سياسي اسكا حضلين وحان لان هاي فيرك وحكا هنوين مو يعني وحكا هن يري كومتشيرو ابيب وسير مدافتي حكومة صوص عطيه وسير بعد كدورة ساعة وحنا كلنا هاي أبي بو ويكاد ما تي هذا رو إسكان نصوم ساعة كده دخل سياسي كان مختار جبريل أيا كم يدا سياسي أنت دا أذا يلا إيرهر سومالي لانكار أهانا قبل كني كبيلة إسلام مركزين اللوتي يا سياسي أنت دا أذا يلا إيه وقف الفرعون تاسي أو أي هاي أهانا كسو ودا شيدان سياسي أبي بتيري النور وعلم محمد جامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في مقالة جبيلة